مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى. الدكتور زويل بصحة جيدة، احتفل امبارح بعيد ميلاده 68. الاستاذ احمد المسلماني المستشار الاعلامي رئيس الجمهورية اكد ان العالم الكبير بصحة جيدة، وقال في تصريح صحفي النهاردة نشرته بعض المواقع الالكترونية ان الكلام المنسوب اليه عن تدهور صحة الدكتور زويل كاذب تماما ولا اساس له من الصحة، فيما نفى شريف فؤاد مستشار زميلنا الاعلامي المعروف مستشار مدينة زويل أن يكون الدكتور أحمد زويل في حالة صحية سيئة، وقال أنه بصحة جيدة واحتفل بعيد ميلاده 68 أم 26 فبراير، وكان مقرر أنه يصل نهاية هذا الشهر إلى القاهرة بعد غياب عام كامل بسبب خضوعه للعلاج، إلا أن ارتباطاته بأعماله في جامعة كالتيك التي غاب عنها فترة ليست بالقصيرة دفعته لإرجاء الزيارة بضعة أيام، وقال أن الدكتور زوير كلمه فجر اليوم مكالمة طويلة. احنا عارفين فرق التوقيت، يعني فجر اليوم عندنا يعني مساء هناك أو المغارب يعني، بعد أن أنهى زملائه وطلابه الاحتفال بمناسبة عيد ميلادي، وأكد أنه سيصل القاهرة في غضون أيام لمتابعة العمل عن قرب في المشروع القومي الذي لم يغب عن متابعة أدق تفاصيله حتى وهو في مرحلة العلاج. حاول تكلم الدكتور أحمد زويل ونطمئن عليه، لكن يبدو أنه ما زال نايم. فرق التوقيت تقريبا ما بيننا وبين الولاية اللي فيها 10 ساعات أو ما يقترب من هذا. طيب النهاردة الفيفا الاتحاد الدولي بعت لمصر لاتحاد الكرة المصري خطابا بيديله فيه 10 ايام، وبيقول له الغي الانتخابات وعيد المجالس المنتخبة، يعني الدولة ما تتدخلش في شؤون الاندية، وإلا فلن يكون امام الفيفا سوى تجميد النشاط الرياضي في مصر. وقال في خطابه انه عليه اعادة مجالس اندية الزمالك والصيد والترام والشمس، والغاء قرار تعيين المجالس المؤقتة، وايقاف انتخابات الاندية. يعني احنا عندنا ازمة، انا واحد من الناس توت فيها، بسمع طرف يقول لك لا يمكن، واذا عملنا الانتخابات هتبقى كارثة والفيفا هيوقف النشاط، في حد بيقول لك لا مش من حق الفيفا انه يتدخل في شؤون الاندية، وده قرار جمعيات عمومية والالتزام بلائحة 8 سنوات وهتجرى الانتخابات في ميعادها. وليه مش عايزين الانتخابات تجرى؟ احنا عارفين ان الاهلي حدد موعد انتخابات تقريبا في 28 مارس المقبل، هل سيتم ذلك ام لا؟ الله اعلم. طيب اصدر المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل المجلس الاعلى للقوات المسلحه برئاسه وزير الدفاع على ان يكون رئيس الاركان نائبا لرئيس المجلس، ويضم المجلس في عضويته كلا من قائد القوات البحريه وقائد القوات الجويه وقائد قوات الدفاع الجوي ومساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفه وامين عام وزاره الدفاع وقائد قوات حرس الحدود ورئيس هيئه عمليات القوات المسلحه ورئيس هيئه التنظيم والاداره ورئيس هيئه التدريب ورئيس هيئه الامداد والتمويل ورئيس هيئه التسليح ورئيس هيئه الهندسه الهيئه الهندسيه وهيئه الشؤون الماليه ورئيس هيئه القضاء العسكري وقائد الجيش الثاني وقائد الجيش الثالث وقاده المناطق المركزيه والشماليه والغربيه والجنوبيه ومدير المخابرات الحربيه ومدير اداره شؤون الضباط. نص القرار اللي نشر في الجريدة الرسمية على أن يحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعد الوزير للتخصصات المختلفة، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء من قيادات القوات المسلحة. وتنص المادة الثانية على أن يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة ذلك، ولا يكون إلى ذلك طبعا، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية الأصوات أصوات الأعضاء الحاضرين، وحال قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة. يختص المجلس بدراسة كل المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية. مش عارف معنى الكلام ده إن القرار النهائي والسلطة الرئيسية لوزير الدفاع، يعني ما يبقاش رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويصبح وزير الدفاع هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا حسب
فهمي المتواضع هذا المجلس هو صاحب القرارات وهو الذي يعين وزير الدفاع. ده المجلس الأعلى هو الذي يعين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين ولا يستطيع أحد عزله إلا بقرار من المجلس أو بموافقة من المجلس. خلونا بسرعة نختم ببعض اللقطات من ده بجد كذب وتضليل، واحنا قلنا وراهم وراهم، خلينا نشوف يكذبوا في ايه اليومين دول. تعالوا نشوف الصورة الأولى من قلب ميدان الثورة الأوكرانية. ثوار أوكرانيا يطلقون اسم ربعة كييف ويرفعون إعلام كتب عليها ربعة كييف. أيوة بقى 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 أشوفها بتولع لايكات وكومنتات لإخواتنا في أوكرانيا الشقيقة، طبعا شركائنا في الدين والوطن والدم، حاجة لطيفة قوي. طيب ماشي، معقول عملوا كده في أوكرانيا؟ ده أوكرانيا دول متابعين قوي. وبعدين مين الأوكراني يا رب اللي في الربعاوي الأوكراني ده اللي عارف يحل الكلمات احنا نفهم في أشكال الأوكرانيات، لكن في لغة الأوكرانيين دي صعبة شوية، لكن هم نجحوا تعرفين يعني، الإخوان سرهم باتع. طيب الحقيقة بقى ده بجد اللي بتقول لك ده لا رابعة ولا كيف، دي بلد في أوكرانيا اسمها بالأوكراني، وأنا يعني كاتبين لي الاسم بالأوكراني هعرفه، باب بكابة بحاجة كده يعني حروف مش فاهمها، وبالإنجليزي رافا روسكا اللي مكتوب اسم البلد اللي قال لك رابعة، رافا دي هم ترجموها على إنها رابعة. ماشي طيب الكذبة الثانية، انتصار علمي وعسكري ضخم للجمهورية العربية المتحدة، الشعب اللي صدق ان الجيش صمم وصنع طائرة اسرع من الصوت مرتين في عهد عبد الناصر، اكيد نفس الشعب اللي صدق ان الجيش عالج الايدز وفيروس سي. الحقيقة في الطائرة اللي بيتكلموا عنها دي، مشروع الطائرة حلوان كان موجود فعلا واتعمل منها 3 نماذج، وكان انتصار علمي كان اخر نموذج سرعته كانت ضعف سرعة الصوت، كانت من تصميم مهندس ألماني. المشروع اتلغى وما دخلش مرحلة التصنيع لأسباب كتير أهمها هزيمة 67، لكن حاولنا وعملوا. بعدين ايه علاقة ده بجهاز ايا كانت الاختلافات عليه؟ انتم مش واقفين قدام جهاز التشخيص اساسا اللي القوات المسلحة عملت اجراءاتها وسجلته وخدت براءة اختراع بالفعل عليه، وهذا جهاز عظيم بتاع التشخيص بإجماع كل الأطباء في كل العالم. الجهاز الجديد خلونا معاه، جهاز بيقول بنعالج، النتائج مبشرة، والإخوة في كانوا على السداد يبعتوا لنا مرضى، لكن ليس وجود مرضى وشفائهم الآن إن ده دليل على اعتماد هذا الجهاز. الجهاز ده لازم يمر بدور خطوات علمية إن شاء الله يمر بيها وإن شاء الله يطلع صحيح. وكان دور الهيئة الهندسية هنا والجيش هو الدعم، هو توفير الإمكانيات. في علماء اشتغلوا فيه، هنشوف في خطأ يتصحح. بذلوا جهد وما طلعش بالكامل زي ما احنا عايزين، كتر خيرهم، طلع حلو قوي نهلل لهم، بس مش نحبط ونقول مفيش حاجه خالص، مفيش حد عايز حاجه في البلد تنجح. هكذا ينظر العالم الى استقاله الحكومه اللي كانت بتقنعهم ان المظاهرات لا تتجاوز العشرات، وجايبين من البي بي سي خريف المظاهرات يسقط اول ورقه من شجره 30 يونيو، الحكومه المصريه تعلن استقالتها بعد فشلها في التصدي لمظاهرات الاخوان. خلوا ان الحكومه دي يعني ناقلين البوست عن البي بي سي، بس شايفين الفجاجه مش عارف ايه، لا تعبير بلدي كده بيقولوه في الاحياء قليل الادب مش هقدر اقوله يعني، بس ناس قادره قوي. ده البي بي سي جنبينا يعني ورانا، هتدوس على زرار تطلعها. غيروا العنوان، العنوان اللي متغير ده كله في نفس اللقطه استقاله مفاجاه لحكومه الببلاوي في مصر، بس خدوا ده وطوروه وراحوا ناقلينه على الكلام اللي تحت، بس ما ياخدوش بالهم من حاجه. التاريخ لو كانوا غيروا التاريخ كنا هنقعد ندور او شالوه خالص، لكن احيانا الكذاب نساي، فاذا كنت كذوبا كن ذكورا علشان تعرف بيتلعب في تاريخك وايامك وخصوصياتك ازاي وطن بالكامل ممكن يتراقب وكلنا نساهم في هذا، ازاي الصور اللي عندك تلحق تدلت بسرعه قبل ما يلحقوك اذا كانوا مركزين معاك، ازاي تحمي بنتك، وازاي انت يا بنت العزيزه، وازاي انت يا ابن العزيز ويا اخي وصديقي تاخد بالك وانت بتلعب شويه او بتتشقى انك ممكن صاحبك او جارك
يبقى شايفك، وهنتعلم كمان انك تاخد بالك من خصوصياتك وانت بتحكي او انت بتوري حد صور او بتبعت لصاحبتك او صاحبك صور، فتكتشف انه بيستغلها في وقت حرج. زي صاحبتنا لليلة جوازها صاحبتها خدت صورتها كانت عندها على الجهاز، صاحبتها الانتيم وليلة الفرح، وراحت مركباها مع واحد وراحت بعتها لخطيبها وقالت له اتفرج هتشرب مين الليلة. الراجل فض الفرح وكان راكب الطيارة ومسافر. حكايات كتير من مقاسي من حاجات على هذا الجهاز، خلي بالكم. نلتقي بعد الفصل. شهد اليوم مسرح وزارة الشباب فعاليات التصفيات النهائية من مسابقة جائزة الشرق الثقافية لشباب الجامعات المصرية إبداع 2، والتي تنظمها وزارة الشباب، حيث استضاف عرضا لمسرحية قضية ظل. ده اللي دايما يقول البلد أولا، البلد والجميع، عموما ما استريحلوش بتاع السنان ده اللي بياكل الروبي. فأنا المواطن الفقير الغلبان اللي أحسن أكل عندي الفتة بالتوم، ده حتى عمري ما شفته في معبد من المعابد، ده بيقولوا عنده بني وحمام بيته الكافر. النهاردة احنا عندنا مسابقة إبداع 2. مسابقة إبداع 2 دي جائزة الشرق الثقافية لشباب الجامعات. كان عندنا إبداع 1 عام 2011. طبعا يعني أصرينا مع معالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز إن احنا ننظم إبداع 2. سعداء بهذه التجربة اللي بتقوم بها وزارة الشباب، سعداء بحجم المبدعين من الجامعات، من طلبة الجامعات. جامعات عديدة شاركت بأعمال فنية كثيرة قدمت لأول مرة في هذه المسابقة. ضمت إبداع 2 العديد من المجالات، منها المجالات الفنون التشكيلية، الموسيقى والكورال، الفنون الشعبية، المجال الأدبي والإثراء الجميل اللي تم ما بين الشباب من مقال وقصة وتأليف مسرحي. الجزء الجديد كمان ان احنا أدخلنا ستاند أب كوميدي وأدخلنا السينما الموبايل. وزارة الشباب بتهتم بهذا الموضوع، فده شيء جيد وشيء محمود، وبيقدم بيحقق هدفين. الهدف الأول إنه بيحقق ذات الشباب، بيحقق ذاتهم وبيقدم إبداعاتهم وبيديهم فرصة للممارسة والتقييم. الهدف الثاني إنه بيدي فرصة لجمهورهم من الشباب إنه يتذوق أيضا ما يقدمون. يلا يا ابني تفوق، ارفع شعرك فوق، فوق كمان، اكتر، وديني مواني الثانية. تجربة إبداع هي تجربة تؤكد على دور الشباب وقدرته على التعبير عن نفسه وذاته من خلال المواهب التي يظهرها على خشبة المسرح. محمد عفت، ممكن.